انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عالي قوي. ايه سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا، جسمي كله متخشف. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس بس، في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده؟ بدل ما تشكروه، هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا، جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا. يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادره اجري. انا مهلك انا مهلك. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني، ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر؟ المكان ده يا سيف انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده؟ ايوه، كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان؟ النتفة ده بس من فصيلة الثدييات. فهمت. ايوه، اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالتلات ايام، نقعد البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركة دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي، انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد، احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه، هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا، يدخلونا الحجز، ندور براحتنا. شيريهان حبيبتي، ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص، مش هينفع اهزقه. انت حمار ياض، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش القسم نطلع بطايق. شيريهان حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض نتصاحب، مش هينفع اهزقه. انت حلوف ياض. طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل القسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم؟ انت حماره يا شريهان؟ ستوبد. هم هيلبسوا ظباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت، او طقم ممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيا كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش القسم على اساس ان هو ظابط، يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه القسم. لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده؟ صح. طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا، موبايلي انسي، انا ابيعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم، يعني ده موبايلي، طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرشر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا، دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا.
مالك يا ابني اديك بتترعش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجئه. يعني ايه مفاجئه يا ابني؟ احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسوش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. حاضر. روح عند اهلهم، ماشي؟ حاجة. بس اخرهم 10 دقايق ناكل لقمه. تحت امرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافه على الامه، وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre la sol del mar el caminar del sol وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. انا ما حدش يتوقعني. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا ذبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش تعجز بوس باري؟ يا بودوكا فارتنا ربوتي. زي هاف فيكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مامور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاس كسبوري كرشه ميامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاس كسبوري. يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا ويسكي. هنيا حاضر فندم هنيا. يا خاتشو دفاي كيلو جرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. هنيا هنيا. اجورتسيه بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات. عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ايه اوكي. اتفضل يا اساتذه. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، اتفضل يا فندم اتفضل. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا، اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين، اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم، طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس، عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسيه هنا امور بيروز.
هنعمل ايه في المصيبة دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الاوضة اللي فيها الفلوس فيهم؟ ما كله سبب الزفت عم بندق، ما بيقولش الحاجة على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقدة في المزمار. منشار حلو المزمار، مش مشكلة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجة يا فندم؟ لا لا، هم بس مستغربين يعني انتوا فاصلين الرجاله عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكازكس بيس كورس فاري ريجو فينيش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست، يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا يا فندم، اتفضل يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة ان المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات، فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم، الكذب خيبة. اللي انت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنه وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كانه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا حسين ده يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين قلتن باخسن بس ما تريتس كتلت. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانة خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتأكد ان العدد مناسب للزنزانة. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزة بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. listen to me listen to me stand up. بعد اذنك يا رجالة هنطلع برا شوية عشان المقاسات بس. استنى استنى استنى، يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. وي هاف تو ليف. يا سعاده البيت، دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده تبني لي دي يا سعاده البيت؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه. واهو بتعمل ايه متخلف دي؟ دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه، وده فعلا اسمه هاني، حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه، هاني في الزنزانه، ده في ايده جراب جواه قباب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحضره المامور يا جماعه. بس يلا بس يلا، نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خديج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا أعمل معاك واجب بقى. أصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوة يا لطيف، ملك وكتابة. ودي لزمايلك إصابة النجوم. ان شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنه سينما. ايوه احزق يا اختي. عمران يا فندم، هات العيال دي. حاضر يا فندم. اتفضل تمام. انت اهي يا اخويا اتفضلوا. خش يا حبيبي اتفضل. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت عمران. ليه؟ ادخل انت يا عمران. هات جوه. قال لك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتولي المعمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذة محدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضرة الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضية؟ اولا شروع في قتل الفنانة هند صبري. ثانياً
شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل، بس في الاخر ده بني ادم. ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي. رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكوا 30 بلاغ، منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر والله. بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه، انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم، هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش، قول ان شاء الله. يا حضره الضابط، انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف، انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي عايز يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واتشي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري. سوري او وات ايفر. هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي، تعال خدها. استنى استنى، طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا، بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عيني. يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة، حلوة، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون، انت اهو. ادخل. ايه ده؟ هما لحقوا يشيلوا البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى انت اهو، اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت؟ ما عملتش حاجه. انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم. يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني. لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلقى هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني. لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه. ظريف ظريف وخفيف. يا تسادة انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل، محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه. اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميله، عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت اهو، اطلع هنا. شوف بقيت معلم. السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم، واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي، يلا يلا. انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ تونسوني. ايش مسيرة تروق وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. انا ضحي. ايوه يا معلم. حس ايه؟ ونفس الجزمه. والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم. حس ايه؟ انا اسمع عن جزمه 40، جزمه 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا ما بقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟
ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا، ربي عيالك، ربي عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ايه تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين. هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي، فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. احرز ما تلمي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه؟ اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسالكوا التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفينا يا اخي؟ انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم. بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا يا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ أسود دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ أول أول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص، طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حيث كده يا رجالة يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ يا عم سيف.
حاجس عايز انت اتنين بوسطن؟ ايوه ماشي. انت واحده بالليمون تاني سيف. ماشي ابدا. ابدا. ابيك عامية. 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 أبيك عامية. عامية عامية عامية. قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا شيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو اتلقح هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه انت سمعت؟ ايوه انت لسه عامل يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني. بس 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 مش بقول لك تعالى اطلع هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش راكنه يعني. لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلب نفسه. يلا يقلب نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معاه القهوه يعمل كده لنفسه. ظريف ظريف وخفيف. يا تصدق انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك طالع اللي في جيبك. يلا امني طالع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه و... اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده يا اختي؟ جميله عسل. أو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربية البستاج. طب يلا انت هو اتلقح هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. لا خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا يا مسهوكة يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه يا ضحي. ايوه يا معلم. حسين ونفسي الجهاز معاك. والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم حسين. انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا ما بقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا يا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا يا اخويا رب عيالك رب عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ايه تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادلي يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين.
ما تقولي اي حاجه يا شيرين. هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد احرس. ما تلمي رجلك يا بيه، احنا مش قلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة مش عشان انا لابسه لكم التيده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفراء اللي معاكي دي. نعم. بقولك هزي انا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا يا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا هي الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا أم سيف. حاج سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالمونت أنت. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 أبيكا Abika,
الحجز وانا قلت تدري عن نفسك شويه. حطي عندك وخف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه بتستر على مجرمين مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقول لك حاجه للمره التسعة مليون. انت بجد جامده بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقول لك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيه لك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين قاعدين. لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءه. براءه من انهي قضيه يا نيلي؟ ده احنا حتى ما عندناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا فين؟ مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجودة في الأوضة السحرية اللي تحت السلم، يعني يا اما الأوضة دي يا اما الحجز بتاع الرجالة. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيلة جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده اشري هنا المجلة يمكن نفهم حاجة. يا نيلي اطلع المجلة ليه؟ ما هي معروف اللي فيها، ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الأوضة السحرية بس. ايه علاقة دونجل بالأوضة السحرية بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعدة معاكي زي الهبلة اهو. شيري هنا. ايه ايه؟ بصي على الأرض كده. مالها بقى الأرض يا نيلي؟ هتقعدي تقولي لي معفنة ومطربة، مش وقت تناكة خالص. لا الأبيض والأسود ده مش بيفكرك بحاجة؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبية، البلاط الأبيض والأسود الشطرنج. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ أيوة خلاص كده كل واحدة واقفة في مكانها. طب نيلي ما بدل الخوطة دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطة منين بقى؟ في القصة في الآخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه اسمه؟ كش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك، هذا المربع أو كعكة في الخطيئة وجعلني أفوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبة لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن، جايز برضو. دلوقتي انتوا الفريق الأبيض وانتوا الفريق الأسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طابية، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس هستأذنكم كل واحد يمثل دور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين، يعني لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكتوا. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله، بنقول العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. أنا؟ أيوة حضرتك. حضرتك في فريق إيه؟ الأبيض. ودورك إيه؟ أنا العسكري الأبيض. واللي وراكي دي إيه؟ حصان أبيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر. اف حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنيل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا أختي، انتي وهي مستحملينكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل، اسفه. وانتي يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هم ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انتي. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. اه سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض.
لا تعملي ايه؟ استني يا ولية، انت بتعملي ايه؟ ما انت قلتي لي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة، اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابية البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. يتحرك تلات خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحة حتة. لا خلاصي صباح، اللعبة خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي، انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسافر صباح يا جماعة. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شيرين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا ام سماح. اموري يا حبيبتي، معاكي حاجه يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ولدتك بقى اهو، لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه يا كي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد، اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا جدو يا خلص. لا لا يا جدو يا خلص. خلاص يا شيرين. ثانك جود ان في ميه. هاي شيرين، حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انت نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي، عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكري هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن، هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضاربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سماح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله.
ازرق. عين خدي يا حبيبتي. تعيش. خدي ولعها تاني. كمان. يلا. خالتي مسامح والنبي والنبي. الاقيش عندك شاحن سامسونج وشوية مسحوق غسيل؟ أشوف لك. يا رب يخليك. الهدية دي ما بحبهاش، خدي هاد الشاحن. ودي ده آخر راح. ماشي يا حبيبتي شكرا. أم سامح يا أختي ما تشوفي كده جاتلي جوابات؟ لا يا أختي ما فيش جوابات، بص هتيجي بعد ساعة. ماشي. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند أم سامح كده في مانجا؟ عندك مانجا يا أم سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا ام سماح. مش معقول ام سماح، انت بتفكريني بواحده كانت بتطلع في الافلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب ام سماح انا هطلب منك طلب صعب جدا، عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خدي. استني اشربي يا اختي بالله انا مش شايفه. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي شوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه، خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه؟ عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. كل حته. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندنا، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. بس أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة، إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية، بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا وإحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو في انذار مين اللي قالك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها. اه طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع لمواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله هو مش معاه فاتوره. معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا.
بس بس يا ضحي بس 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 يا ضحي يا نازلة بقى تقعد بس يا ضحي بس بس ما تقرفنيش خيالي شغال واد لو انا كلوني بعديها على طول عشان اللي انت عايز سيف صادق هذا الحق اهو افندم هاني شاكر محمد فؤاد انت اول مره تسمع لا ما مش محرم فؤاد انت بتقول لي محرم صح محمد منير وري اتفضلوا معايا البيل مامور عايزكم لا احنا زعلانين منه خليه هو اللي يجي اتفضلوا معايا البيل مامور عايزكم اتفضل حاضر في ايه حصل منه هو جاي وفي عين الشر يلا طه هو اهو 120 سنة بس بقى 120 سنة نيلي عم بالراحة نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف انا اسف جدا اصله شكل هاني بالظبط فكرت بقول لك ايه؟ نعم انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور لا لسه يا حبيبي في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه حسبي الله ونعم الوكيل ابو الدهب ابو الدهب ربنا يكرمك ابو الدهب قلت لك مش هسيبك قلت لك مش هسيبك يعني مش هسيبك اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى تفضل المجله اهي شكرا اللي انت بتعمليه ده ايه بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني بعت حلمك يا نيلي ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف طب كويس يلا بقى نروح نستحمى انا اسفه قوي يا سيف انا اللي ورطتكم في كل ده اسفه ليكم كلكم اسفه ده يا عسل انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي انا عايز فلوسي اتنيل هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه انت صباح ما غلطتش فيكي خلاص يا خالتي هنشوف دافع كام من الديوم له على الجزم على البرتوش وانت كمان يا صباح انا اسفه قوي بهدلتك معايا جدا لا يا حبيبتي اسفه على ايه ده انا انبسطت جوه قوي قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمرت غدا عبد الرازق مش ناقصين مشاكل اشوفكوا بعدين ايه ده انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان حليناها يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت شكرا على كل حال يلا ضحي يلا ايه يلا مين يلا ضحي لا ابو الدهب ايه انا لازم اروح البيت اكل لقمه استحمى انضف اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك واعرفك ازاي انا ضحي اعرفك ازاي لما تغير وتنضف انا بعرفك من ريحتك يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل انت عايزه يا ابو الدهب ايه انا الحشرات الزحفه بتاكل في عظمي خليها تاكل خليها تاكل يلا طلعت في لحمي يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى انا حاسس ان انا بقيت منتن لا احنا لسه عندنا مشوار مشوار ايه تاني لازم نروح عند عم بندق وهنعمل عند عم بندق يلا بس نروح وانا هفهمكم هناك يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد 7.5 جنيه انت بتعمل ايه بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس 25 جنيه كافتيريا بورسعيد على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي بجد ايوه ابن النصابه حاسبني وحاسبك تقلقش هتاخد حقك 50 جنيه كافتيريا البورسعيد ايه تاني 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي يبقى كده 571 جنيه انا عايز منكم 571 جنيه 571 جنيه ايه يا معفن ده انا غرقك فلوس والنبي تنيلي انت حالتك حاجه يا ماما بس بس انا مش عايز كلام انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت انا عايز اروح استحمى عشان ندور على الفلوس يا سيف فلوس ما الفلوس ما المجله مع عم دهب لا عم دهب اخد مجله مش المجله احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه انا هفهمك احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم ام سماح مين ام سماح دي خطيره عامله زي الفيري كوين عندها كل حاجه كانك قاعد في كارفور بالظبط
ده انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحنا هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينه، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ واحنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقولك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجابتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا. ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين؟ اكيد. ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجه تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ على انتوا اللي قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم. صوتي مش هو ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب، وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت لتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ الله، مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسوده. يعني ايه مسوده؟ المسوده دي زي العدد بالظبط، جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسوده كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط، موجوده المسوده دي، موجوده في المرسم. ايه 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 مالكم؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ ما انتوا ما سالتوش عن المسوده على طول؟ انتوا سالتوا عن المجله؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟